مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم عصير الليمون والموز. عصير كتير كتير صحي وطيب، وعن جد كتير كتير روعة. سهل وبسيط وبيتحضر بوقت كتير صغير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا ليمون وموزي. بدنا نقشر الليمونات، بنقشر الليمون ومنقطعه ونحطه بالخلاط. إذا كان موجود عنا ليمون كبير منحط ليمونة كبيرة وحدة حسب حجم الليمون اللي موجود عنا. قشرنا الليمون وقطعناه، بحطهم بالخلاط. ضيف الموزي، 3 معالق طعام عسل، كوب مي. هلأ بنخلطهم مع بعض. خلطناه هون. هلا بنحط العصير بالقنينة. هذا العصير اللي عملته أنا وياكم من الموز والليمون. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.